لا أريد أي من الناخبين الأمريكيين أن يطمئنوا لاستطلاعات الرأي، لأن هذا ما حصل في الانتخابات السابقة. المقترعون اعتقدوا أن النتيجة محسومة ولم يخرجوا للتصويت بالأعداد المعتادة. لا أؤمن باستطلاعات الرأي. هل أؤمن باستطلاعات الرأي؟ نعم. المثير للاهتمام في الإحصاءات واستطلاعات الرأي أنك تستطيع توظيفها لتقول ما يحلو لك، لذلك أهتم بها، ولكن على مضض أهتم بما يقوله الناس لي مباشرة عن خبراتهم أكثر من الاستطلاعات التي تردني. أنا أؤمن باستطلاعات الرأي الوطنية، ولكن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الثمان الأخيرة كبير ويصعب قياسه عبر استطلاعات الرأي. That is hard to measure in the actual poll.